الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، هدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه وهداهم إلى الصراط المستقيم. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره وترسم خطاه واتبع سنته عليهم جميعا صلوات دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع أمره واجتناب نهيه، كما أوصيكم ونفسي بطاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به واقتفاء أثره. فإن في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاحا وفلاحا ونجاحا وسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان الصلاح والفلاح والنجاح والسعادة دنيا وأخرى، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله عز وجل في محكم آياته وهو أصدق القائلين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة المسلمون، إن بناء الإنسان في الإسلام هدف سام. جاء الإسلام إلى هذه البشرية الضالة التائهة المتخبطة الضائعة، جاء ليحقق لها وجودها. بشر، فركز أول ما ركز على بناء الإنسان. ويكفي أن نعلم جميعا أن نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمره الله عز وجل بأن يبلغ رسالة ربه، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ونادى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في مكة
وعلى رأسهم قريش. وعندما ناداهم قال لهم: ألا أقول لكم كلمة لو خضعتم لها ذلت لكم رقاب العرب والعجم، وخضعت لكم الدنيا بأسرها. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن الهدف الأول الذي ينبغي أن يعلمه المسلمون أن بناء الإنسان أولى من بناء الأحجار. إذا ما عنيت أمة ببناء أفرادها فإنها تضمن لنفسها البقاء والنقاء. وهذا هو الفارق بين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي كان هدفها الأول أن يركز على بناء الإنسان بناء سليما صحيحا، وبين الدعوات الأرضية الأخرى. فاليهود مثلا يبنون مستوطنات، هذه كلها ماديات، لكنهم لو وجدوا إنسانا مسلما مبنيا على أساس رباني ما تمكنوا أن يبنوا شيئا في هذا المكان الذي يهددون به سائر المسلمين في هذه المنطقة. بناء الإنسان كان هدفا ساميا من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنى الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان؟ كيف بنى؟ وعلى أي أسس بنى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الجديد والفريد والوليد في دولة الإسلام الأولى؟ أذكر لكم مثالين. مثال في داخل مكة قبل أن تتاح للرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة، كان يعرض نفسه على قبائل العرب في العام العاشر العاشر قبل الهجرة، العاشر من البعثة النبوية الشريفة، كان يعرض نفسه على قبائل العرب. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا التي تأتي في مواسم الحج. فجاء إلى وفد يقال وفد بني عامر ابن صعصعة، وأميرهم يقال له بيحارة ابن فراس، لتقارنوا بين بنائين: بناء الإنسان على أساس سليم، وبناء الإنسان على أساس المادة المظاهر. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وفد عامر بن صعصعة ووقف على أميرهم وبين له الدعوة الإسلامية الراقية، قال لقومه بيحرة بن فراس: لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. عايز إيه؟ يريد أن يسيطر على العرب، بس يسيطر من خلال، لا من خلال قوته، وإنما من خلال قوة أخرى خارجة عليه. نكسب هذا الفتى من قريش إلى صفنا. فجاء إليه وقال له: أيها الرجل، أرأيت لو نحن آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جئت به، يكون الأمر من بعدك لنا؟ احنا هنسلم لك، يكون الأمر من بعدك لنا؟
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فرق بين الايه، بين الانسان المبني الراقي وبين الانسان السطحي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الامر كله لله يضعه حيث يشاء. الامر مش ليا ولا لكم، الامر لله يضعه حيث يشاء. فقال الجاهلي: وما اكثر الجاهليين في منطقهم وفي معتقداتهم على مدار التاريخ. قال هذا الجاهلي: افتهدف نحورنا للعرب دونك حتى اذا ما اظهرك الله عليهم يكون الامر من بعدك لغيرنا؟ لا حاجة لنا بك. ادي منطق الجاهليين، يريدون منصب رئاسة، ولو هلكت العباد ولو فسدت البلاد وما هذا الأسفاك الذي أدار معارك سيسيكو ده والبل أزرق وأخذ أموالا طائلة إلا نموذج من نماذج كثيرة في مجتمعات الأرض، يعيش حتى ولو على أكتاف البشرية، على أكتاف رعيته، حتى ولو على جثث الرعية، وكثير من هؤلاء موجود في دنيا الناس. أما الصورة الأخرى، دي صورة في مكة، لجاهلي من الجاهليين القدامى، وهي صورة مكررة في الجاهليين المحدثين. صورة أخرى في المدينة المنورة، حيث تم بناء الإنسان بناء على أي أساس؟ قلت أذكر الإجابة: بناء على أساس من عقيدة تعلي قدر من يلتزم بها، وعبادة تجعله وثيقة ثقة بالله رب العالمين، وأخلاق أسمى مما يتصوره المتصورون في دنيانا التي نعيشها. إذن القواعد الثلاثة التي بنى عليها الإسلام الإنسان المسلم: عقيدة تعلي قدرنا، وعبادة تصلنا بربنا، وأخلاق تجعلنا وثيق الصلة بإخواننا في كل مكان. ثلاث ركائز. لما بني الإنسان في المدينة المنورة على القواعد السليمة الثلاثة: العقيدة، الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، والقرآن الكريم دستورنا ومنهاجنا، والمسلمون في كل بلد هم إخواننا وجيراننا. ده البناء، بناء الراسي. اسمعوا بقى اللي ساوم الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يكون الأمر له من بعد موت النبي. يجي التانيين اللي اتربوا تربية إسلامية على أساس القواعد الثلاثة الأصيلة: العقيدة والعبادة والأخلاق. في العام التاسع في عام الوفود جاء وفد يقال له وفد تجيب، وكانوا 13 نفرا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذون منه ويتعلمون على يديه، ومعهم غلام. غلام، كلمة غلام يعني ما بين من 14 إلى 15 سنة. تركوا هذا الغلام عند خيولهم وركائبهم، يسوس الخيول والركائب. فلما تعلم هذا الوفد من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم وما يجوز لهم وما يحتاجون اليه من تبليغ الرساله، استاذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ان يعودوا الى قومهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهبوا وارجعوا الى قومكم، لكن اسالكم سؤالا: هل هناك احد جاء معكم؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم: هل هناك احد جاء معكم لم يستمع الي؟ قالوا: في غلام
الصغير تركناه عند رحالنا يسوس لنا الركائب. قال اذا وصلتم الى رحالكم فابعثوا الي بهذا الغلام. احنا لا نهمل طاقتنا ابدا، غلام صغير لا بد ان نعنى به عناية فائقة، نربيه نحسن تربيته وتنشئته، لان من هدف الاسلام الاسنى والاقوى والاولى بناء الانسان. بناء الانسان لابد يبنى الانسان بناية بناء سليما صحيحا. فلما جاء الغلام قال يا رسول الله انني من الوفد الذين اتوك انفا، ووالله يا رسول الله ليست حاجتي كحاجتهم، وان كانوا جاءوا اليك راغبين وطامعين في معرفة كثير من امور الاسلام، لكن حاجتي تختلف مع حاجتهم. قال ما حاجتك اذا؟ قال حاجتي ان تدعو الله لي ان يغفر لي ويرحمني وان يجعل غناية في قلبي بس، وان يجعل غناية في قلبي يا امة محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وارسله، فلما كانوا في العام العاشر جاءوا يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الغلام، فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في اليمن، سألهم الرسول كيف حال الغلام؟ قالوا والله يا رسول الله تركناه، والله لو وزعت امامه الدنيا باسرها، لو وزعت وقسمت ما نظر اليها بعينه. يا اغنياء امة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تحرصون على الثراء من الحلال، بارك الله لكم في حلالكم، لكن اذا كنتم تحرصون على الثراء من الحرام فلا بارك الله فيكم ولا بارك الله في جمعكم للمال. كثير بيجمعوا المال من حرام، اخرتها ايه؟ المال ضايع. هل رضى الرسول صلى الله عليه وسلم الانسان الاول على ان يتجه الى المال ويجمع منه؟ اقول وبالله التوفيق. لقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ولقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة للمسلمين، والله ما الفقر اخشى عليكم ولكنها الدنيا اخشى عليكم ان تتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. قيمة التربية الاسلامية، العناية بالانسان اثرها ايه؟ اثر العناية بالانسان ايه في الاسلام؟ اثر العناية بالانسان في الاسلام. يا سلام على لو احنا فكرنا في عناية الاسلام بالانسان وقصرنا اهتمامنا كله على عنايتنا بالانسان، ضمننا سعادة الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ايه هو البناء الانساني بقى؟ البناء الانساني في الاسلام، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ايه البناء الانساني للاسلام؟ البناء الانساني في الاسلام، البناء الانساني في الاسلام، الهدف الراقي ده، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. البناء الإسلامي للإنسان أولى. وانتقل بكم لواقع مر. هل وجدتم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اغتيالا لأحد؟ وجدتم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اغتيال لأحد؟ وجد كده في قارعة الطريق مقتول؟ هل وجدتم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اغتيالا لامرأة او انتهاكا لحرمة؟ ما السبب؟ البناء الاسلامي الراقد للانسان. لقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة: انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم بحسن اخلاقكم. اموال، ادوا للناس اموال، مفيش تربية، هيبدد الاموال في الحرام، مفيش تربية، اموال في ايده بيعمل فيها زي ما عايز يعمل، ممكن ينهب في مقابلها، ممكن يسلط من خلال هذه الاموال انسان لقتل انسان اخر، ممكن يستعمل هذه الاموال في انتهاك الحرمات. ما انا معايا فلوس، اموال يا عم، اموال مش هتضيع، لكنها ستضيع ان اجلا او عاجلا ستضيع. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. المال والبنون زينة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. أزواج مطهرة ليست أزواجا مدنفة ولا منجفة ولا معفنة ولا منتنة، وأزواج مطهرة ورضوان من الله. اللهم ارض عنا يا رب. والله بصير بالعباد. من هم العباد؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، دول العباد. البناء الاسلامي للانسان اولى من الاهتمام ببناء هنا وبناء هناك. فليصنع يهود ما يصنعون من مستوطنات، لكنها ستخرب بايديهم يوم ان توجد الكتلة المسلمة التي تقول الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والقرآن منهاجنا ودستورنا والمسلمون في كل مكان إخوان لنا، نحن المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي كل مكان. ده البناء الإنساني، البناء الإسلامي للإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. من هو اللي أسفل سافلين؟ اللي عنده أموال وما بيشبعش. ابن يا أخوي عنده كل الإمكانيات وحرامي ونصاب وبيغصب وبينهب، اعمل كما شئت، لكن النهاية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. من هم هؤلاء؟ الذين تربوا على مائدة الإسلام. فما يكذبك بعد بالدين؟ ما يكذبك بأثر الدين؟ من يكذبك؟ ما يكذبك بأثر الدين في حياة الناس؟
فما يكذبك بعد بالدين؟ لا ينبغي لأحد أن يكذب أن أثر الدين مهم في حياة المجتمعات. رب الإسلام في المدينة المنورة ذلك الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة من الغزوات يستعد، قال له: أبايعك على الإسلام والجهاد يا رسول الله، كما هو المطلوب مني. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقاتل بسيفك هذا حتى تقتل فتدخل الجنة. فقال: أبايعك على ذلك يا رسول الله، ودخل. فانتصر المسلمون ولم يقتل الرجل، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكان نصيبه من الغنائم ما كان. البناء الإسلامي للإنسان مش المادة، أعرفك عشان مادة دي كارثة ومصيبة، أعرفك وأحاديك عشان تعطيني من المادة دي كارثة. لم يكن هذا أثر من آثار الإسلام. جاء هذا الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم بيوزع الغنائم، قال له: هذا نصيبك من الغنائم. قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا نصيبك. قال: ما على هذا بايعتك، ولا على هذا اتبعتك، وانما بايعتك على ان اضرب بسيفي ها هنا وها هنا، ثم ان ارمى بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنة. لم يأخذ شيئا من الغنائم مع انه حقه. ثم بعد ذلك جاءت موقعة اخرى ولقاء اخر مع المشركين، ودخل الرجل على هذه البيعة، واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان انتصر المسلمون يتفقد شهداء الاسلام في هذه الموقعة، فوجد الرجل واذا به قد جاءه سيف في المكان الذي اشار اليه فنال الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. ايها الاخوة المسلمون، ينقصنا ان نصدق الله. لو صدقنا الله فان الله سيصدقنا وسوف ينحسر، بل ويتضاءن، بل ويزول هذا الخطر الذي ترونه يتهددكم يوما بعد يوم. لا اقول يتهدد ارض الاقصى وفلسطين وابناء فلسطين، بل يتهدد الامة الاسلامية كلها، فنحن جسد واحد. يوم ان نعرف كيف نبني الانسان سوف ينحسر، بل ويندحر، بل ويزول هذا الذي يظهر برأسه ويطل بها على الامة الاسلامية ويقول: لا اوافق الا على ما امليه انا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اعرف ان الحر شديد، لكن نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، اعرف ذلك وانتم تعرفون، لكن ماذا نصنع؟ الله سبحانه وتعالى يدخر لنا مكانا طيبا ان شاء الله في الجنة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا ارحم الراحمين. ايها الاخوة الاحباب، بناء الانسان في الاسلام، لما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد ان الجنود المشركون جاءوا من خارج المدينة، واليهود عليهم لعائن الله تترك ما هو عهدهم، نقضوا العهد مع يهود بني قريظة من داخل المدينة، والقرآن يصور هذا: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والمنافقون
ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فرق بين المتربي وبين المنافق، فرق بين النفعي وبين الإنسان الذي يريد أن ينفع أمته وينفع مجتمعه، مش ينتفع، ينفع. المؤمن هكذا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هنعمل ايه؟ فر؟ لا، نقف ونثبت. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مثال واحد حتى ندرك قيمة التربية الإسلامية، قيمة البناء الإسلامي للإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام شاف الجموع اللي جاية من خارج ونقض العهد من الداخل، فقال هناك قبيلة اسمها قبيلة غطفان جاية مع الأحزاب مع قريش، وقبيلة غطفان هذه قبيلة عندها شكيمة في الحرب وعندها قوة في الحرب، وأظن أنهم يقولون عنهم أنهم كانوا قطاع طرق وجايين في جيش بقى منظم قطاع طرق نهابين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لقري، قال لأهل المدينة للأنصار إني أريد أن أصالح قبيلة غطفان. قالوا على ماذا يا رسول الله؟ قال على ثلث تمر المدينة عشان يعني يرجعوا، على ثلث تمر المدينة. شوف الفرق، الفرق بين البناء الإسلامي للإنسان وبين البناء الجاهلي للإنسان. اسمعوا كده. فقال سعد بن معاذ سيد الأنصار يا رسول الله هذا أمر أمرك الله به وليس لنا فيه خيار، ده أمر أمرك الضواحي أم هو أمر تصنعه لنا؟ قال بل أمر أصنعه لكم، فإني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أخذل جموعهم وأضعف عددهم. فقال له والله يا رسول الله ما كان أحد من العرب هؤلاء، لا قطاع طرق ولا غطفان ولا أي حد، ما كان أحد قبل الإسلام يستطيع أن يأخذ من تمرنا إلا قرا أو شراء. قرا يعني كرم ضيافة، كرم ضيافة أو شراء، ندلهم نكرمهم هم مرين أو يشتروا من عندنا هم مرين. أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نصالحهم على ثمورنا على ثرواتنا؟ شوف الفرق بين التربية، تربية الإسلام وتربية الجهلاء والجبناء الذين يعيشون على أكتاف وعلى جثث غيرهم. اسمعوا كده. أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نصالحهم على ثرواتنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن الله وعدني النصر. أيها الإخوة المسلمون، الفرق بين العام الخامس الهجري وبين ما يعيشه المسلمون الآن طويل وبعيد. لقد لعب الأعداء وعبث الأعداء بمجتمعاتنا في الداخل وفي كل مكان، وأوجدوا لهم جيوبا، بل أوجدوا لهم من ينطق بلسانهم ويخذل جموع المسلمين في كل مكان. والمعصوم من عصمه الله عز وجل، كيف نعتصم وكيف نربي ونبني بناءنا بالقاعدة بالقواعد التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الأول؟ عقيدة الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، وعبادة تصلنا بالله عز وجل، وخلق يجعلنا نشعر بآلام وآمال إخواننا. أنا المسلم لا أقول إنني في أمان هنا، وليحدث ما يحدث لإخوان المسلمين في تركيا أو في السودان أو في الأقصى أو في فلسطين أو في الصومال، ليس هذا هو منطق
الذين تربوا على مائدة الإسلام ومنهج محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هؤلاء الذين تربوا كان كل واحد منهم أمامه هذا التوجيه النبوي الكريم. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه لعدو، لا يسلمه لعدو، ولا يظلمه ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. ايها الاخوة المسلمون، البناء الاسلامي للانسان ما اوجب في المجتمع الاسلامي تاجرا خائنا، وما اوجب في المجتمع الاسلامي زوجة تخون زوجها، او زوجا يهين زوجته واولاده، وما اوجب في المجتمع الاسلامي ما تركت التربية الاسلامية هذه النماذج الشائعة، وما وجد راع يخون رعيته في المجتمع الاسلامي. ايها الاخوة المسلمون، اللهم اليك المشتكى وانت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بك. ما وجدنا في المجتمع الاسلامي اناس في بلاد الاسلام كالجزائر يقال انهم ذبحوا ذبح الشياه على ايدي اناس اخرين، من هم الذين ذبحوهم؟ هل هم كما يقولون وكما يدعون، ام ان الامور كلها قد اختلطت، الاوراق، اصبحنا نسلم الطائر للذابح يذبحه، ثم ننسب الذبح الذي حدث لهذا الطائر. ايها الاخوة المسلمون، اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين في هذا الموقف العظيم ان تنقذ امة محمد صلى الله عليه وسلم من المنافقين والمأجورين والذين ينتفعون على حساب الاطهار من المؤمنين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، في الاقصى وفي فلسطين وفي لبنان وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمون يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم واحص اعداء الاسلام عددا، واهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم من اظهر الاسلام واقطن الكفر والكيد للاسلام افضحه يا رب العالمين، افضحه في الدنيا وافضحه يوم الخلائق، يوم يبعث الخلائق، يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير. اللهم وفق العاملين في كل بلد مسلم، العاملين الى ما فيه صلاح البلاد وخير العباد يا رب العالمين. اللهم وفقهم الى ما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رضى الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.